يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل يحرم علي كلامك والسلام عليك، هل هذه يمين منعقدة؟ نعم، تحريم الحلال يمين، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاته، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهي الكفارة، فسماه يمينا، سمى تحريم الحلال يمينا. نعم. يقول فضيلة فمن حرم حلالا فإن هذا يمين يكفره بكفارة يمين، إلا إذا كان هذا الحلال زوجته، فإن تحريمها يكون ظهارا. نعم.